نروح لسؤال المعلومات العامة التاني لجنوب سيناء. السؤال بيقول: يشمل مشروع بشاير الخير للقضاء على العشوائيات محافظات يبلغ عددها محافظتين، 3 محافظات، 4 محافظات، ولا 5 محافظات؟ معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. عايزين نغير السؤال. طب قبل ما نبدل السؤال، تحبوا نعرف الإجابة؟ احنا بنتكلم عن مشروع بشاير الخير. المشروع ده من أهم المشاريع للقضاء على العشوائيات، ودايما احنا بنتكلم ان العشوائيات دي يعني فيها أولاد كده في سنكو، لكن للأسف المكان اللي بيكونوا عايشين فيه ما بيساعدهمش على التعلم ولا التقدم، والبيئة اللي حواليهم بتبقى بيئة مش مناسبة. عشان كده مشروع القضاء على العشوائيات الحقيقة فيه أحياء كتير وأماكن كتير بتساعد كل الولاد وكل الأسر والعائلات إنها يعني يبقى عندها حياة كريمة، ويبقى عندها مسكن كويس، ويبقى عندهم فرص كويسة في التعليم، وكمان خدمات صحية كويسة. المحافظات بقى اللي بيشملها مشروع بشاير الخير هما محافظتين، اللي هما اسكندرية والبحيرة. طيب من حقكم نبدل السؤال، لسه معانا فرصة ناخد 10 درجات. السؤال بيقول: اذكر أكبر جزيرة تقع في البحر المتوسط، قبرص ولا صقلية ولا كريت ولا رودس؟ معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. جزيرة كريت. متأكدين؟ مين اللي كان شايف الإجابة غلط؟ أنت يا محسن، ليه غلط؟ هي عشان هي باين الصقلية، هي جت في بالي الصقلية. طب ليه ما فكرتوش تستعينوا بالفريق الاحتياطي؟ طيب هي للأسف إجابة خاطئة، وهنروح للفريق التاني. عايزين تاخدوا السؤال ده ولا لأ؟ من حقكم ما تاخدوهوش لو مش عارفين. لأ خلاص. أنا عايزة هنا أرجع لمحسن، عشان محسن كان شاكك في جزيرة صقلية، صح يا محسن؟ عدت عليك قبل كده أو قريتها قبل كده؟ وشهد أنت كمان كنت شاكة فيها صح؟ ياريتكم سمعتوا كلام محسن، لأن الإجابة الصح كانت جزيرة صقلية. خسرنا درجات سؤال المعلومات العامة. طيب نروح للسؤال التاني مع مدرسة النصر سكول. السؤال بيقول: أكبر مشاريع مصر للقضاء على العشوائيات في القاهرة ما تم فيه: تل العقارب، عزبة الصفيح، مثلث ماسبيرو، حي الأسمرات. 30 ثانية والوقت بدأ. الأسمرات ولا الإمارات؟ الأسمرات. حي الأسمرات. إبراهيم مش محتاج وقت تفكر؟ ده آخر سؤال في الماتش. متأكد من الإجابة؟ ده السؤال الأخير والحاسم. انتوا معاكوا 27 درجة والسؤال ده بعشر درجات، وانتوا المرة اللي فاتت اتلخبطتوا شوية، جاوبتوا بسرعة برضو وبعدين ندمتوا أو حبيتوا تغيروا الإجابة. هي كانت صح، بس ده ما يمنعش إن التسرع ساعات ممكن يوقعنا، مش كده؟ إبراهيم متوتر؟ خايف شوية صح؟ طب لما أنت خايف ليه ما استنيتش شوية تفكر في السؤال؟ عشان متأكدين من الإجابة. ليه اخترتوا الأسمرات؟ من أمثلة وحدات الإسكان الاجتماعي اللي قضت على المشروعات منها الأسمرات، وفي كمان دار مصر وغيط العنب وعمار بورسعيد. فاحنا توقعنا وقلنا ان ما دام هي في القاهره وكمان شفناها في مشروع تاني انها قضت على المشروع قضت على العشوائيات، فتوقعنا انها ممكن تكون الأسمرات. وكمان يعني احنا ما شفناش بقى الاختيارات دي قبل كده، فخدنا راي الاغلبيه وان شاء الله واثقين منها. وانا هفكر معاكم كده في الاجابه. يعني احنا حي الأسمرات، أنا همشي على كلامك كده يا شروق ونفكر سوا.
أنا رحت حي الأسمرات قبل كده بالمناسبة، معرفش أنتوا رحتوا ولا لأ، بس حي الأسمرات من الأحياء الجميلة والمتكاملة، مش بس في يعني عماير مبنية بشكل جميل وبشكل متناسق وبشكل كده يعني كله مليان خدمات كلها بتوصل على بعض، ولا كمان ده هو متكامل على فكرة، يعني جوه الحي نفسه هو متقسم على كذا مرحلة، بس جوه الحي نفسه في خدمات وفي خدمات صحية وخدمات تعليمية وفي كل حاجة ممكن يحتاجها الناس اللي ساكنين جوه الأسمرات، وفي كمان خدمات رياضية، في مدينة رياضية كاملة، عشان كده حي الأسمرات هو بالفعل إجابة صحيحة. وبأسئلة المعلومات العامة وصلنا لفرق الدرجات بين الفريقين، جنوب سيناء في مقابل القاهرة، جنوب سيناء معهم 25 درجة بعد أسئلة المعلومات العامة والأسئلة العلمية، وفريق مدرسة القاهرة معاهم 35 درجة. الفريق اللي فاز في ماتش النهاردة وفي مباراة النهاردة والفرقتين الحقيقة كان أدائهم متميز جدا، الفريق اللي فاز هو فريق النصر سكول من القاهرة. إبراهيم، تقول إيه لزمايلك في جنوب سيناء؟ أقول طبعاً إن هم أدوا أداء مميز جداً، إحنا كنا داخلين متوترين لأن دي برضو محافظة يعني ما شاء الله كلهم شاطرين، محافظة قوية، كانت المنافسة حلوة قوي، وأنا اتشرفت إن أنا ألعب فرقة زيهم يعني شاطرة قوي. وشروق عايزة تقول حاجة؟ معلوش، لسه قدامكم مشوار، لسه قدامكم ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي، وممكن توصلوا كمان للجامعه. انتوا طبعا دي حاجه بالنسبه لكم ان انتوا المفروض تفرحوا، ما تزعلوش ان انتوا وصلتوا المكانه دي، ان احنا في الاخر وفي الاول احنا الاثنين مستوانا واحد، ما دام احنا الاثنين وصلنا لنفس المركز كناش هنيجي هنا غير لو مستوانا واحد. ايه رايك يا شهد في الكلام ده؟ يعني شكرا ليهم فعلا، والف مبروك ليهم. والف مبروك ليكم انتوا كمان. نحيي الفرقتين الحقيقة مش بس على إجاباتهم السليمة وعلى إجاباتهم النموذجية ومعرفتهم بالمعلومات العامة وبالدراسات وبالعربي، كان الحقيقة شاطرين جدا، لكن كمان بروحهم الجميلة وروحهم الرياضية ومحاولة تشجيعهم هما الاثنين لبعض، كل فريق بيحاول يشجع التاني، ده كمان مهم جداً.